السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تيمم الشخص للصلاة لعدم وجود الماء ثم لبس الجوارب، فإذا وجد الماء للصلاة الأخرى هل يلزمه أن يخلع الجورب أم إيه؟ نعم، إيه نعم، يخلع الجورب. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.